كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان كريم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباكم؟ شخبا وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نبارك لكم العواشر، عواشر مباركه مسعوده على الجميع بالصحه والعافيه والرزق والنجاح للوليدات، وباش ما تمنى كل انسان. كما كتشوفوا الفيديو ديالنا اليوم غيكون على العسل. العسل هي اول حاجه الانسان يديرها قبل ما يبدا شغاله ديال رمضان ان شاء الله. وهذا العسل ناجح 100%، كما كتشوفوا اللون ديالو غزال، كيجي عقد وكيلصق لينا في المعسلات ديالنا، من الشباكيه، من البليغات، من المقروط الى غيره. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون بالافاده وتنجح معكم هذا العسل، وجربوها ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، ونمشيو للفيديو بحول الله. بسم الله، باش نديرو هذا العسل ان شاء الله نحتاجو جوج قوالب السكر. دونك اما القوالب هادو السكر، اما السكر ديال هذاك ديال اتاي، المهم السكر اللي بغيتو يا سنيده، المهم لكم الاختيار في هذا الشيء. دونك عندي هنا جوج قوالب السكر، غنحتاج ليها يترو ونص ديال الماء. دونك هنا عندي ديجا نص يترو، غنزيد نص يترو اخر، هي يترو، ركبت على القالب الاخر، هي يترو، ونزيد نص يترو اخر، هي يترو ونص. دونك كما قلت لكم العسل ديالكم وجدوها بكري باش الله يستر فيها، اما تكريستاليزا تولي مسكره ولا شي حاجه اللي هدوا. دونك وجدوها بكري باش المسائل اللي عندكم بالعسل ما يخسر لكمش، ديروه بحال دابا وطيبوا شباكيتكم دابا. دونك دائما وجدوا العسل على بكري، هادشي اللي كاين. دونك هنا كما قلت لكم نعاود، عندي جوج قلب السكر في يترو ونص الماء، في حامضه كبيره مقطعه دواور، الحامض حيدوا منه داك العظام ديالو باش ما يطلق لكمش المغوره في العسل، وتكون حمضه صفراء ما يكونش فيها القشره ديالتها مره، باش ما تجيكمش العسل ديالكم مره، تكون القشره رطبه زوينه. دونك هادو نصائح. عندي هنا عود القرفه هذا الرومي، وعندي عود القرفه بلديين بعجاله ندوزو العسل، وعندي هنا ربعة الحبيبات ديال القرنفل. دونك غنتسنى هاد القوالب ديالي تيدوبو وعاد نرجعو ان شاء الله نشوفو التتمه. كما كتشوفو دابا السكر ها هو داب، شتو فهاداك يترونس دالما، داك جوج قوالب السكر في يترونس دالما. دابا شنو غندير؟ غنسد عليه الكوكوط، وعندي راه العافيه شاعل عليه، غنسد دابا الكوكوط ونقص العافيه ونخليه ساعه لارب فوق 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 النار، حتى ديك الساعه نحل عليه وكتشم راه كتشم ريحه العسل. دونك ملي كتبداو تشموا ريحه العسل صافي عرفوا ان العسل راه قرب يطيب اولا طاب، ممكن تحلوا عليه وغنزيدوا. دونك غنشوفوا هنايا، دونك غنسد عليه ونحسب ليها ميت صفر الكوكوط، نحسب ليها واحد ساعه لارب ونطفي عليها ونرجع ان شاء الله نكملوا. كما كتشوفوا طفيت على العسل ديالي من بعد ما دازت تقريبا 45 دقيقه. دونك 45 دقيقه دازت، الحامض ديالنا اللي كان فوسط العسل شتو كيولى بحال كراميل، ها هو شتي جنابو يبسو. دونك حيدتهم وغنخلي العسل ديالي واحد ربع ساعه يزيد يطبخ، وعاد غنطفي عليه ونشوفوا الاضافات ان شاء الله اللي غنزيدوا له. وهادشي اللي كاين. دونك كما كتشوفوا ها نتوما العسل ديالي مازال كيغلي، غنخليه واحد ربع ساعه كما قلت لكم. اش غنضيف له هنا؟ غنضيف واحد جوج حبات ديال المسكه حره مع واحد القيصه ديال الملح باش نبنوا العسل، كنضيفها هنايا، وكنضيف واحد الشعيرات ديال الزعفران الحر كيعطي واحد اللون مذهب للعسل. دونك هذه هي الاضافات، ومن بعد ان شاء الله ما يغلى العسل وصافي ونطفي عليه ونخليه يبات تنشوفو بعدا كيصبح. اش غندير ديك الساعه؟ شتو كيما ضفت هذاك الزعفران الحر عطى واحد اللون ذهبي للعسل غزال، وكيعطيه الذوق او ميم طون، لان الزعفران الحر فيه المذاق. واش غندير ديك الساعه؟ معيد فاليا العسل ديالي، غنزيد عليه العسل الحر، واحد الكيلو ديال العسل الحر،
باش يكون صالح نديرو به شباكيتنا وهداك الشيء ويجي بنين. فعلا الحرمه ملي كتسمى الشباكيه ديال الدار وهذا خاص الواحد يعطيها واحد القيمه ديالتها ونضيفوا فيها العسل الحر باش تجي شباكيتنا جديده وبغيواتنا وجميع المعسلات ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله نتلاقاو من بعد مي ويبرد العسل ديالنا ونشوفوا كي ولا. وهذا الشيء اللي كاين رجعت لكم بعد واحد اليومين تخليت العسل ديالي بقى وشفتو كي ولا هانتوما مات كيستاليزا ما هو خفيف شتي راه ثقيل و لا كولور ديالو كتحمق هانتوما شكا راسو وهنا هانتوما شفتو لا كولور بغيت نبين لكم داكشي هنقب هانتوما العسل وكيدير خيط واحد هانتوما كيبقى هابط ما كيتقطعش دونك العسل ناجح 100%. دونك العسل ديالكم الا جاكم خفيف وشتوه كي يلا كتطلعوا بحال هكا وكيبدا يتقطع بالنقاط عرفوا ان العسل مازال السكر مازال فيه الماء دونك خصو مازال يزيد يطيب وينشف داك الماء ويتقاد. كان العسل ولا ليكم ابيض دونك راه نشفتوه بتاتا من الماء ورجع الحاله السكر ديالتو الاولى ايولي سكر. دونك الا تبعتوا الخطوات اللي قلت لكم ان شاء الله ينجح معكم العسل 100%. دونك انا في هذه الحاله عندي عسل سكر كنقول لكم كما قلت لكم باش تعطيو القيمه ديالكم للمعسلات اللي عندكم وتحضروا بهم هذا العسل ضيفوا عسل يكون في الذوق مزيان ويكون عسل حر. ها هو دونك انا غنستعمل واحد العسل زمزمي دونك عندي فيه واحد الكيلو ديال العسل ها هو كنضيفو دونك عندي جوج وال جوج كي 4 كيلو السكر نضيف جوج كيلو ديال العسل المزيان الحر باش يجيني شباكيتي تجيني لذيذه وكلشي. ايه هو كملاحظه اللي كيقول لك هاد الشباكيه مداخل فيها السكر وهادشي راه العسل هذا ما مزيانش الشباكيه والمعسلات الاخرى كامله اللي ديرو ما يمكنش ديروها بالعسل الحر 100%. علاش؟ لان ملي كديرو داك العسل الحر 100% راه كي بحال اللي الشباكيه كتشربها وكتجي الشباكيه مشهبه راه ما كتجيش الشباكيه مزيانه. اللي كطلع الشباكيه وكطلع المعسلات هي العسل السكر هي اللي كتبقى بغيونط وكتبقى جميله في الشباكيه وما فيه باس. راه الانسان ما كياكلهاش دائما على طول السنه مره مره كياخذ ديك الحيحته وما كيغمقش فيها. دونك هنا شنو نزيدو نقول لكم على العسل درت لكم العسل الحر درت العسل السكر كيما شفتوا غنضيف باش العسل ما طيح لياش تبقى شاده في الشباكيه وكتعطيها واحد التعليكه كتبقى بغيونط هذيك الشباكيه وكتبقى شاده فيها العسل ما كتنزلش ما فيها ما كاينش القضيه ديال قلبي السطل ديري السطل باش العسل هذا الانسان كيبقاش يلعب. دونك هاد كما كيقولوا الاختراع الجديد ديال الشباكيه انا عجبني. دونك هنا عندي الجلوكوز دونك كندير الجلوكوز واحد 200 غرام ديال الجلوكوز كندير على هاد العسل ونكون هنا ساليت العسل ديالي ان شاء الله. دونك نديرو والعسل كيجي اروع ما يكون الشباكيه تبقى حتى عام في الفريغو في الكونجيلاتور ما كيطرى ليها والو كتبقى معسله من الطراز العالي بحال اللي عاد صايبتيها. وهذا الشيء اللي كاين ونكون هنا ساليت الفيديو ديال العسل ان شاء الله. من بعد ما شعلت عليه باش ينسجموا العناصر اللي درت داك 200 غرام ديال الجلوكوز مع العسل الحر فهمتي كيعطينا هذا القوام شفتوا عيده في دابا ها هو لا كولور ديال توزيلا وعاقد. دونك هاد الجلوكوز كما قلت لكم لكم الاختيار العسل الحر لكم الاختيار ديروه حسب كل واحد. دونك اكتفيوا عيب العسل اللي طيبنا راه حتى هو غزال من السم من اروع ما يكون. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للجلوكوز راه فعلا ان دابا الحراره دونك ملي كتكون الحراره راه الشباكيه تعياي ما تحافظي عليها وتخليها كتسيح من هالعسل. دونك داك الجلوكوز كيشد في داك الشباكيه وحنا مطيبين سكر سكر هذاك حتى هو نوع من السكريات. دونك هادشي اللي كاين نتمنى العسل يعجبكم وان شاء الله نشوفوا الوصفه ديال الشباكيه بحول الله.
اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والصحة والعافية والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وسلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه.